كيفاش؟ أيها لالا، انت جيتي في الكار بحال ديما. مرحبا بك. مشروبات، مقاعد جد مريحة، ويفي وخدمات أخرى مع ساتيام بريميوم. اكتشفوا متعة السفر من جديد. ساتيام، سفر على حق طريقه. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الصحفية تقدم لكم من قناة شوف تيفي. نبدأها إذن من يومية أخبار اليوم التي تعنون لشقر يرفض الاستقالة ويصف الانتخابات الأخيرة بسوق الدعارة، إذ اختار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية إدريس لشقر الهروب إلى الأمام، معلنا رفضه الاستقالة استجابة للدعوات التي وجهها عدد من الاتحاديين إليه، وهذا بعد النتائج المتواضعة لحزبه في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. وإلى يومية المساء، حيث عنونت مرضى يتحولون إلى فئران تجارب بكلية الطب ومستشفيات عمومية، إذ فجر تقرير خاص سبق وأن توصلت به وزارة الصحة فضيحة من العيار الثقيل، وهذا بعد أن تبين أن أساتذة باحثين بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء عمدوا إلى تحويل مرضى إلى فئران تجارب بمبرر إجراء تجارب سريرية خارج المساطر التنظيمية والقانونية. وإلى يومية الصباح التي تعنون 800 ألف مدمن مخدرات بالمغرب، حيث أن مستهلكوها بالشمال يخلطون الهيروين والكيف والكحول وحبوب الهلوسة. وقال نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 800 ألف مغربي مدمن مخدرات بكل أنواعها، وأن 3000 يستعملون المخدرات بواسطة الحقن في الشمال وهم غير واعين بتداعيات ذلك على المستوى الصحي. تفاصيل أوفر تجدونها في يومية الصباح. ونختم بالخبر الرياضي من يومية الأحداث المغربية التي تعنون إيداع مشاغبين في الدرب الشمال بالسجن المحلي، إذ وجدوا أنفسهم يواجهون ثهما ثقيلة وهم في طريقهم إلى السجن المحلي بطنجة بعد وصولهم أول أمس أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، حيث تورطوا في أحداث الشغب التي شهدها محيط الملعب الكبير عقب نهاية درب الشمال. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.